رطبت الدحوم، رفعت الرايه البيضاء، فتحت البوابات على بركه الله اندفاع لجياد وافراس الثلاث سنوات التي لم تكسب على مسافه 1800 متر متنافسه في هذا الشوط، ومقدار الجائزه 80,000 ريال. بدات الاندفاع اشاهدها من البواردي بن تجويد من المسار الخارجي يتقدم مع ابو عوض في المركز الثاني، وايضا المتابعه من بقيه الاسماء انادي على ما يبدو في المركز الرابع، وهنا يتقدم من المسار الخارجي متوشم في هذه الاثناء في المركز الثالث، بينما البواردي ابن تجويد حفيد دينا فورمر في المركز الأول يقود هذا الشوط بكل عناية ما شاء الله تبارك الله، ويتابع أبو عوض في المركز الثاني، وأيضا متوشم الآن في المركز الثاني من المسار الخارجي مع الاقتراب وتقدم أيضا لحنون من المسار الخارجي في منافسة قوية مع الاقتراب لعلامة 600 متر. البواردي يحافظ على المركز الأول فيما متوشم بكل قوة، يحاول أن يتقدم، وهمامة قادمة من المسار الخارجي مع بداية 400 متر الأخيرة. مشاهدين الكرام، لا زال البواردي يقود هذا الشوط بقوة، وهمامة تأتي من المسار الخارجي في ظل حضور من بقية الأسماء، بينما التقدم يأتي الآن من سهم سلطان. سهم سلطان يتقدم مع الأمتار الأخيرة في منافسة قوية في حضور من دعم أيضا على هذه المنافسة، دعم. أما التقدم من سهم سلطان على خط النهاية، سهم سلطان ينهي هذه المنافسة.